هل تتوقع أنه راح يستدعي الوضع إلى تعليق الدراسة؟ على حسب الكميات اللي هي يعني اللي عملناها. نعم. زين درسناها على حسب كل منطقة كل محافظة تبعا للكمية اللي عملناها تستدعي أنها تعلق الدراسة أو لا يعني. نعم. أيوة فتقريبا على حسب ما نعرف إنه 80 إذا زادت الكمية عن 80 مليمتر يستدعي تعليق الدراسة على حسب. نعم. على حسب أيوة إحنا قلنا إنه 70 حاليا. نعم. إلى 70 مليمتر يعني. لكن ما زلنا مستمرين في المراقبة في متابعة التحديثات يوم بيوم. ومثل ما ذكرت لكم إنه الدراسة اللي عملناها بخصوص تعليق العمل والدراسة حسب الكميات لكل محافظة. نعم. فإذا تطورت الكميات ممكن يكون في احتمالية أنها هي تتطور وبنسبة كم تقريبا؟ الظروف ما توائم. نعم. إنها تتطور إلى الحالة المدارية. نعم. ما إنه في ذا. لكن الكميات إذا زادت ولا شيء أو حاجة كذي طبعا ممكن نشير إليها يعني في التحديثات القادمة.